محرم عندما نزل من الحافلة أصيب في رجله فنزل منه دم ولكنه ليس بكثير، فهل عمرته مقبولة وصحيحة؟ لا بأس، الجرح ما يضر الإحرام، إذا انجرح الإنسان وخرج منه دم هذا لا يؤثر في الإحرام، ما يؤثر، هذا يؤثر في الوضوء فقط، إذا انجرح وخرج منه دم كثير ينقض الوضوء، أما الإحرام الإحرام صحيح، ولذلك الحائض تحرم وهي حائض ينزل منها دم تحرم، وإذا حاضت أثناء الإحرام أيضا تمضي في إحرامها ما يضر هذا. نعم.